السلام عليكم، مساء الخير عليكم كاملين اصدقاء متابعين ومشاهدين ديال قناه اليوتيوب. معكم عصام، تحيه طيبه لكم وتحيه طيبه لجميع مشاهدين ومشاهدات القناه. في هذا العدد وهذه الحلقه من اناليز تير سي كوارتي كانتي بلوس نهار 3 ديريكسيون لي بودروم ديال لافال اللي غادي يجري فيها الكانتي بلوس ديالنا، كانتي الكرون بري ديال لافيل دو لافال. دونك هذا الكانتي هذا اللي عندي في المؤلف طبعا الحال في الحلقه هذه. فقبل ما نمشي كامل كنتمنى للجميع دوام الصحه والعافيه، تكونوا مرتاحين بل تكونوا في امان الله. بداية شهر نوفمبر موفقة للجميع وبون شونس للجميع. إذا نهار الثلاث كيف ما قلت لكم غادي نمشيو لبودغوم ديال لافال اللي غادي تجري فيه الكانت بلوس ديالنا رينيو اون، لا تخوازيام كورس ديال البروغرام. ديبار غادي يكون شي معطل مع 3 و15 ولا 10 ديال الدقائق، يعني غالبا ما كنجريوش في التوقيت هذا اللي كانتي، مي ديبار كيف ما قلت لكم 3 و10 ديال الدقائق. هذا البري هذا غادي يكون ان كورس اوروبيان اللي غادي يكونوا فيها خيل اللي جايين مخلطين، يعني من السويد من الطاليان من النرويج. دونك هاد الكانتي اللي فيه ستاج ديال لي باردو غادي يجريو في جوج بوطوات ديال الديبار 2850 و2875. ستاج ديال لي باردو معنا في الديبار، منهم 3 ديال لونطرينمون ديال جون ميشيل فازير. دونك هادشي كامل غنتكلمو عليه في هاد الحلقة هادي. نبغي نذكر الان لي بودغوم ديال لافال كندورو اكوش كيف ما كتشوفو في التصويرة، يعني بحال لي بودغوم ديال اونغان، بحال لي بودغوم ديال كالسيغمير، بيست بلات، يعني باش تروندي بعض المرات لا ديستونس كتبقى تكون صعيبة. غدا كيبان ان ممكن تكون صعيبة لان معنا خير اللي عندهم لا كاليتي في البرومي فوتو خصوصا دي زيترونجي، ممكن تكون صعيبة تروندي لا ديستونس. هادشي كامل غنتكلمو عليه في هاد الحلقة هادي. هذا هو الديبغيف، هذا هو الديكور ديال الكان اللي كيما قلت لكم ستاج ديال لي باردون 5 سنين وما فوق. اذا ندوزو نشوفو اول باغتو معنا في الديبار اللي غادي يكون هو رقم واحد ركام هاد المال ديال 6 سنين، اول اترونجي معنا في الديبار، عاود لي جينا من السويد، عاود لي شفنا البداية ديالو اللي كانت في فرنسا وكانت في الكانتي بلوس ديال 18 10، دار دوزيام مي ديسكاليفي ابخي اونكيت. عاود لي كتبان انه عنده لا كاليتي مسافة طويلة ممكن انه ميتأثرش منها. لونتوراج ديالو كيتكلم على انه يعني ما عندوش شي بروغرام مهم في شهر 11، كانت ممكن يبروفيتي فيه وياخد ان بلاس. هذاك الشيء علاش عطيتو ان بروميير شوز وحطيتو في لا سيتيام بلاس في لا سيليكسيون ديالي كيفما كتشوف. رقم جوج بابي غوسا جات، هاد لا فيميل ديال 5 سنين غادي تكون اول فيميل معنا في الديبار ديال هاد الكانتي، غادي يكونوا معنا 6 ديال لي فيميل. تاهي جينا من ليترونجي، جينا بالتحديد من الطاليان. دونك هاد لا فيميل هادي شفناها اون فورم، جوج ديال لي فيكتوار في 3 ديال لي كورس الاخرين ديالها. كنظن لان ان فيميل اللي عندها لا كاليتي بيان اونجاجي في لا بروميير لين، فلوجيك ان بروميير شونس لهذا الرقم جوج بابي غوسا جات مادام انها اون بلاطو. اذا نمشيو للرقم 3 امور اس، هذا المال ديال 6 سنين ولد لو شامبيون فارين. دونك هذا العوده اللي شفناه من شهر 7 حتى شهر 10 ما كانش كيجري. لا غونتخي ديالو كانت اول كورس اللي مع لونطريمون جديده ديال بوندو اللي جرى مع اول كورسه، كانت لوتو ستار، كان عنده لو سيزي، كان واحد المجموعه ديال الحوايج اللي ما خلاتوش يدير لا كورس ديالو في يعني في اخر كورس ليه. دونك غدا غادي يكون مدافع ديال كات اريك رافا بروي بوطو، ممكن علاش لا يستافد من هذا الشيء كامل. فانا شخصيا عطيتو دوزيام شونس، مي ردوا البال كيف ما قلت لكم مدافع ديال كات مع اريك رافا. رقم 4 زانتي بغاد، هاد لا فيميل ديال 7 سنين، فيميل اللي تاهي جاينا من الطاليون وتاهي بنت لو شوبيون فارين. دونك هاد لا فيميل هادي اللي تاهي شفناها يعني دات اي كورس مزيانة في الكانتي مؤخرا وخدت لينا اون كاتخيام بلاس، فتاهي بيان بلاصة في لا بروميير لين. عندها لا كاليتي، فيميل اللي باش تربح كتبان ليا صعيبة، مي بوغ دي بلاس كيبان ليا كانتي ممكن انها تستافد من لا بروميير لين ديال 2850 متر. فاتونتي بروميير شونس بوغ ان كاتخيام سانكيام بلاس، علاش لا ان تخوازيام ماكسيموم بلاس. رقم 5 سحارة جيبغيون، هاد المال ديال 5 سنين لونطريمون ديال فيليب الاغ. دونك هاد العودة هذا اللي نقدر نقول انه لوريجين ديالو من لا فيلاند، عاود سبق اللي خد لنا ان فيكتوار واحد الجروب ان في لي بوط في لا فيلاند في شهر كنظن في العام اللي فات اذا كانت معلوماتي صحيحه. المهم عاود لي عنده لا كاليتي، حتى هو يا
شفنا يعني بين على لاكاليتي ديالو ولد الشامبيون ريديكاج. علاش اللاعب تيتساوق مع هذا الرقم خمسة سحارة جيبغوين اللي إلا دار ديبار مزيان؟ لأن كنعرفوا أن الخيل اللي كيجيونا من ليتخونجي غالبا كيديروا ديبار بلوتو ستار، فإلا كان ديبار فولتي يتغلب عليه فممكن أنه ياخذ إن بلاس. حطيته في لا دوزيام بلاس وإن بتيت سوبريز من هذا الرقم خمسة. إذا وصلنا للرقم ستة بوردو إس، أول باردون ديال لونترينمون جون ميشيل بازر اللي عنده ثلاثة ديال لي باردون في هذا الكانتي. هذا دونك هاد هونكر جينا تو من السويد، عاود لي شفنا تو دار بداية مزيانة في المونتي، بين لا كاليتي ديالو من قبل، بيان اونكاجي تا هويا يعني. غادي يستافد من الضغط ديال نيكولا باسيغ، فكيبان لي عاود لي تا هويا عنده لا كاليتي. عجبتني لا فيكتوار ديالو في ليبودروم ديال بوردو، فلوجيك بومييغ شوز. رقم سبعة اوغا اس ال، هاد لا فاميلي ديال 6 سنين و لونترينمون ديال جون ميشيل باسيغ، فاميلي اللي جاينا من الطاليان، فاميلي اللي غادي دير البداية ديالها في هاد ليبودروم وفي هاد الباركور هذا. ما يردو البارح عندها لا كاليتي، سبق لنا شفناها لا غون بيست ديال فانسان كانت جرات مزيان. واخا جون ميشيل بازيغ كنظن لانها غادي نعطيها دوزيام شونس وغادي يكون عندها دي كورس مستقبلا في البرون ديال باريس فانسان. رقم 8 روكي تيلي، هاد هونغر ديال 8 سنين، هونغر اللي غادي يكون ولد الشامبيون بطبيعة الحال ريديكاش، اللي عندنا بزاف ديال لي باردون في الديبار ديال هاد الكانتي من هاد لوريجين هادي. هاد العودة ديال اللي تاهويا ماشي ديما كيدير لي كورس ديالو، مي بعض المرات كياخد دي بلاص. تاهو بيان اونجاجي في لا بروميير لين، صراحة ما بقاش لي بلاصة في لا سيليكسيون ديالي، عطيتو دوزيام شونس. إذا وصلنا للرقم 9 أوغا، هاد لا فيلم ديال 5 سنين، ومرة أخرى لونترينمون ديال جون ميشيل باسيغ. دونك هاد لا فيلم هادي اللي كانت موقفة لا كومبيتيسيون يعني من شهر 5 حتى شهر 9، فغدا كنظن على أن جون ميشيل باسيغ بانت لي على أنه أون فورم كيديفيري هاد ديكات بيان اونجاجي، فعلاش لا ان بلاس مع هاد لا فيميل هادي. فصراحة هي مبقاش ليا بلاصة بنت لو شامبيون دي ديكاش، فعطيتها دوزيام شونس، مي اتونسيون راني حطيتها في الخانة ديال اونكا دو نون بارت. اذا وصلنا للرقم 10 خيطانو، هاد الهونجر ديال 6 سنين، غادي يكون اخر باردون معانا ولا باغمي لي باردون لي بلو روش ديال لا بروميير لين. هاد العودة اللي كيبان على انه بيان اونكاجي مي فير، كنظن انه ماشي اوبجيكتيف ديال هاد العودة هذا، فهداك الشيء علاش عطيتو دوزيام شونس. اذا وصلنا للرقم 11 اليسيا بيلا، هاد لافام ديال 5 سنين، في ملي اللي كدير تاع كاع لي كورس ديالها بارمي لي بلو ريش، بنت لو شامبيون بولت ايجل بيان اونكاجي، فكنظن ان عندها ان شونس على الاقل، وان كاتخيام سانكيام بلاس كيفما كتشوفو في لا سيليكسيون ديالي. اذا وصلنا لدابا لا دوزيام لين، فسمحوا لي لان الصوت ديالي شويه ماشي هو داك، شويه ديال لا غريب هاد الايام هادي اللي خلتني ما كنديرش لكم الفيديوهات، الصوت ديالي كيبان على انه تاهويا ماشي في الطوب ديالو. اذا نكملوا الاناليز ديالنا، وصلنا للرقم 12 دريمر بوي، هاد المال ديال 9 سنين، المال اللي تاهو غادي يدير امتي تغونتخي، ما شفناش في لا كومبيتيسيون من 26 سعود، فما لونكاجي في لا دوزيام لين. خيل اللي صغار منه غادي يجري ضدهم غدا، كاينين في لا بروميير لين دي زيترونجي، فكتبان ان ان كورس اللي قد تكون صعيبه. رقم 13 إليت دوجيال، هاد لا فيمال ديال 8 سنين، فيمال اللي دارت ان بون رونتخي لانها كانت موقفه لا كومبيتيسيون، شفنا جرات لينا حتى هي مزيان، خدت ان بلاس مزيانه في الكانتي بلوس ديال 15 اللي كان جروب 3، وكان فهاد لي بوتو في هاد الباركور هذا، مي كانت في لا بروميير بوتو، فغدا غادي تلقى راسها في لا دوزيام لين. كيف ما قلت لكم بعض المرات كيكون صعيب انك تروندي 25 متر، مي بوغ ان كاتخيام سانكيام بلاس الا شي فافوري ما دارش لا كورس ديالو ممكن تجي تاخد ان بلاس كيف ما كتشوفو في لا سيليكسيون ديالو. رقم 14 ايكينوكس، هاد المال ديال 8 سنين، المال اللي غادي يجري فيه غدا لونترينور ديالو جاك برينو فيري دوزيام بوطو، فكاتبان على ان كورس مود افيون. رقم 15 ديابلو كابوني، هاد الهونكر ديال 9 سنين، هونكر اللي تاهو يسال دوزيام في هاد لا كورس ديال العام اللي فات، من العام اللي فات كان في لا بروميير غلين، فغدا خاصو روندي 25 متر، صراحة غامرت وعطيتو دوزيام شوز. اذا غادي نكملو مع الرقم 16 فخيك ديشان، هاد المال ديال 7 سنين، المال اللي تا هو غادي يدير لا غونتخي ديالو من شهر 3 ما جراش، ففي هاد لي كونديسيون كتبان ليا ان كوكس غادا تكون صعيبة. اذا
كان اصدقاء متابعين مشاهدين ديال القناه اليوتيوب، كيف ما شفتوا درنا لو تور ديال لي بارتون اللي معنا غدا في الديبار. لا سيليكسيون ديالي كيف ما كتشوفوا هي هادو هما الخير اللي عجبوا لي. كيف ما قلت لكم الصوت ديالي راه ماشي في الفورم ديالو، شويه ديال لا غريب. نتمنى اننا نرجع لكم من بعد الفيديوهات ونكونوا في التوب فورم ديالنا. فتحياتي لكم، كان معكم عصام، تصبحون على خير وتلاقاو فيديوهات واحده اخرى. السلام عليكم ورحمه الله.